السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا الدرس الجديد. إن شاء الله اليوم سوف نتعرف على طريقة تحميل واستعمال برنامج براكس الخاص بمحرر الأكواد. بطبيعة الحال بعضكم سوف يعني سبق له أن تعرف على البرنامج، والبعض الآخر بطبيعة الحال لا يعرف هذا البرنامج. لمن لا يعرف هذا البرنامج، هو برنامج تحرير أكواد البرمجة المختلفة مثل برمجات الويب مثل HTML CSS و PHP إلى غير ذلك، كثير من نوعات البرمجة. بطبيعة الحال لتحميل البرنامج تدخل إلى هذا الموقع، سوف تجدونه أسفل الفيديو بطبيعة الحال رابط الموقع. ثم تضغط على داونلود بطبيعة الحال، ثم تختار يعني المجلد الذي تريد فيه. بعد أن يقوم بالانتهاء من التحميل، أنا سبق لي وأنا حملته وقمت بتنصيبه، تضغط عليه مرتين ثم نكست 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 كأي برنامج آخر. أن تقوم بتنصيبه سوف نقوم بطبيعة الحال بفتحه كذلك من هنا. سوف تجدونه على حسب يعني في قائمة المنيو خاصة بكم. بعد الدخول إلى برنامج سوف تلاحظون نافذة مثل هذه النافذة هنا لفتح يعني مجلد جديد أو ملف جديد لعمل ملف، تضغط على نيو. ثم تقوم بطبيعة الحال باختيار اللغة التي سوف تعمل عليها. مثلا بالنسبة لي أنا في هذا المثال سوف أعمل على لغة التنسيق الخاصة بال HTML. سوف نقوم بعمل يعني كود صغير كما تلاحظون. البرنامج سهل جدا عملية. مثلا تبدأ له التاج الخاص بلغة البرمجة وهو يقوم بإكمالها تلقائيا. مثلا نقوم بعمل الهيد الرأس صفحة، سوف تلاحظون معي كما تلاحظون بعد أن تقوم بالانتهاء من الهيد يقوم بوضعها مباشرة. ثم نقوم بعمل البودي أو جسم الصفحة بودي، بطبيعة الحال سوف يقوم بالانتهاء منه أيضا. نقوم بكتابة البودي، نقوم بكتابة مثلا فقرة، مثلا بي، سأقوم بعمل فقرة سوف نرى هل سوف يقوم بكتابتها أم لا. مثلا فقرة نكتب فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون يدعم العربية بنسبة 100%، ليس مثل بعض البرامج الأخرى التي لا تدعم اللغة العربية. هذا البرنامج يدعم اللغة العربية وجميع اللغات تقريبا جميع لغات العالم، وهذا ما يعجبني في هذا البرنامج. حينما تكتب يعني الكود ديالك، الكود الخاص بك وتريد أن تراه مثلا في ال HTML أو CSS أو لغات التنسيق عموما، نقوم بهذه العملية. يجب أن نقوم بحفظ ملف. سوف أقوم بالضغط على سيف ونقوم بتسميته مثلا باراجراف. سوف أقوم بوضعه في ال HTML، ثم أختار ويب مثلا، ثم أختار الصيغة HTML، ثم أضغط على سيف. بعدها سوف نجرب فتح الملف أو يعني استعراض الملف. كما تلاحظون تم دعمه يعني وكتابة الملف ويعني استعراضه بطريقة جميلة جدا. هذا هي يعني العبارة التي قمت بوضعها. بطبيعة الحال يمكنك أن تقوم ب يعني بتوسيطها سنتر إلى غير ذلك. مثلا سنتر، سوف نقوم بتوسيطها بوسم ال HTML. ثم نقوم بالضغط على كنترول S أو سيف طبيعة الحال من هنا. ثم نذهب كما تلاحظون مباشرة يتم استعراض لنا الملف الذي قمنا أو الصفحة التي قمنا ببرمجتها مباشرة كما تلاحظون، تم تنصيبها إلى غير ذلك. إذا أردت أن تلغي المعاينة اضغط هنا مرة أخرى وسوف يعني تلغي المعاينة. يمكنك إضافة أي كود أين يعني أينما كان أو يعني في أي نوع كان، مثلا HTML CSS إلى غير ذلك، أي لغة تريد هنا، وسوف يقوم هذا المحرر بالعمل عليها بكفاءة تامة. بالنسبة لبعض الخيارات هنا،
هنا لدينا فتح ملف جديد، هنا فتح مجلد جديد. إذا قمت بوضع مجلد يمكنك أن تقوم بفتحه من هنا open، أو هذا فتح ملف وهذا إنشاء ملف جديد، وهذا فتح مجلد وهذا يعني open recent، هذا فتح الملفات التي قمت بعملها مؤخرا. الضغط على خروج من الصفحة، خروج من البرنامج بأكمله، طبعا حفظ صفحة، حفظ عدة صفحات، عدة صفحات من هنا. هنا اللايف بريفيو، وهذه هي اللايف بريفيو، يمكنك أن تشغلها من هنا أو من هنا. ولديك بروجكت سيتينج إلى غير ذلك. هنا اكستنشن، يمكنك أن تقوم بإضافة يعني بعض الإضافات خارجية أو ثانوية، يعني يمكنك أن تضيفها إلى البرنامج الخاص بك، تنفعك مثلا في يعني تضيف لك بعض المميزات إلى غير ذلك. هنا يعني الاكستنشن الخاص بك يمكنك أن تضيفها أو يمكنك أن تقوم بسحبها مباشرة من هنا. كما تلاحظون لدينا بعض يعني الاكستنشن هنا، ولكن لأشرح هذه الأمور يعني ثانوية، سوف أقوم فقط بشرح يعني ماذا يحتوي عليه هذا البرنامج. هنا إذا مثلا كتبت كود يمكن التراجع عليه من هنا، أو إذا كتبت كود يعني ورجعته يمكنك أن تقوم بالريدو أو يعني بالذهاب إلى الأمام أو الرجوع إلى الوراء. هنا الكات القصح كود معين، هنا باس كما تلاحظون، لصق إلى غير ذلك، هذه أمور سهلة. هنا اختيار الجميع، اختيار الكود سيلكت لاين، اختيار لاين معين إلى غير ذلك. أترك لكم اكتشاف خواص أخرى بأنفسكم إن شاء الله. هنا يمكنك أن تقوم بتطلع يعني تحديث البرنامج إذا كان أي نسخة جديدة، يمكنك بطبيعة الحال نستعمل آخر نسخة، لذلك لن يظهر لنا هذا التحديث. أتمنى أن يكون البرنامج قد أفادكم، يمكنك العمل عليه يعني بطريقة سهلة جدا إن شاء الله، لن تجد أي صعوبة، ويمكنك أيضا تخصيصه بتيمات معينة. أترك لكم اكتشافها إن شاء الله. ولا تنسى أن تقوم بتطرز ديال اللايك ومشاركة الدرس مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، ولا تنسى سبسكرايب إن لم تكن مشترك وتريد يعني أن تتابعني وتستفيد من الدروس المقبلة إن شاء الله. لا تنسى أن تقوم بالاشتراك والضغط على زر الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.